أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. في الحقيقة اليوم عندنا صديق، معنا صديق أدمن في صفحة الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا، وله نشاط رائع على الصفحة، ويعني زميلنا وكان معنا في بالبرنامج قبل هالمرة الأخ ملهم، هو معد البرنامج كمان. ف خلونا نرحب بالأخ ملهم. أهلا وسهلا فيك أخي ملهم. أهلين فيك أستاذ جان، بشرفني إني أطلع معك مرة ثانية بالبرنامج وبرحب بكل المتابعين. تسلم حبيبي، تسلم. ملهم، بدنا نبدأ يعني أنا اللي فهمته منك عندك رسالة للملحدين، فيا ريت توجه الرسالة وشو بدك تقول فيها، تفضل. تمام، أنا الأسبوع الماضي للأسف يعني بالفيس اصطدمت مع 4 ملحدين. كان في نقاش بيناتنا وتحول يعني النقاش ل فيك تقول يعني لخناقة. يعني المشكلة إنه في بعض الملحدين لسه بيحملوا الفكر الديني المتشدد. في منهم مثلا في شخص كان معك، هو استضفته مرة بحلقة من حلقات البرنامج، كان ناشر بوست عم بيقول انه هل يجوز سرقة اموال المسلمين؟ طيب اول شغلة، كيف هل يجوز؟ هل انت مفكر انه الالحاد دين؟ هل انت مفكر انه الالحاد تجمع او شيء؟ لا، الالحاد فكر بخص كل شخص بذاته. يعني ما في شيء نجتمع عليه كلياتنا سوا، في شيء موحد، ما في زعيم للإلحاد، ما في. يعني مثل ما قال ريتشارد دوكنز، الملحدين مثل بيشبهون قطيع قطط، يعني لا يمكن قيادتهم أو تجميعهم على رأي واحد. ففي منهم لسه عندهم هي النزعة يمكن شريرة للقتل وللهيك. لا، نحن ضد العنف. نحن ليش بننتقد أكثر شيء الدين الإسلامي؟ لأنه هو أكثر شيء دين عنيف بوقتنا الحالي، يعني أكثر شيء بيظهر منه عنف، لهيك نحن بنوقف ضده بالمرتبة الأولى. فأنت إذا أجيت وبتحمل نفس العنف، فأنا رح أوقف ضدك. أنا مو بس رح أختلف معك بالرأي، أنا رح أوقف ضدك وما رح أسمح لك أنك تنفذ هذا الفكر، لأنه أنا ضد العنف مهما كان مصدره، سواء مسلم أو غير مسلم، ملحد، أيا كان مصدره، أنا ضد العنف. وفي كمان رسالة هيك صغيرة للمسلمين، أنه الإسلام أمام طريقين، إما بده ينتهي بالمستقبل، أو في حل تاني إنه تحاولوا تطور الدين. يعني إذا ما تطور الدين الإسلامي بده ينتهي بالنهاية بالمستقبل، لأنه التطور والتقدم اللي عم تصير في حياة الإنسان بشكل عام عم تروح لمرحلة أكثر إنسانية، عم تترك العنف وراءها والجهل وراءها. فبالنهاية يا إما الإسلام رح ينتهي، يا إما لازم يتطوروا لحتى يتماشى مع العصر. يعني تكت إيزي، المسلمين ما كتير تحتدوا علينا إنه نحن بننتقد. تفضل. صوتك برأيي قاطع. أنا يعني المسلمين إنه ما يعذبوا حالهم ولا يصالحوا، يعني هو راح ينتهي، فما في داعي. أنا برأيي الشخصي طبعا ما في داعي يصالح، حتى صلحوا يعني الإسلام لا يصلح، إذا صلاح معناته خراب الإسلام، ولا يصلحوا كمان، إذا ما صلحوا كمان معناته خراب الإسلام، على الحالتين خربانة. يعني أنا برأيي الشخصي هذا. أخي ملهم، بس شو رأيك بحملة إجهر؟ شلون بتقيمها لحد هلا؟ بما أنك أنت عضو فعال في حملة إجهر وأنت معد البرنامج بصراحة، يعني ويرجع لك الفضل يعني إذا في كان نجاح نسبي للبرنامج فيرجع لك إلك كمان، يعني كيف بتقيم حملة إجهر؟ تفضل. شكرا كثير، لا فضلي على حالي طبعا، انت اللي لك الفضل والمجهود الاكبر العفو بالبرنامج. العفو، نحن زملاء ونحن مثل ما بقولوا مشتركين يعني، وأكيد لك مساهمة كثير كبيرة بالبرنامج. تفضل. انا شايف انه يعني الشغل كثير منيح، وفي شغله انه
نحن معنا موجهين، نحن صفحتنا شغلنا معنا موجه ضد المسلمين أو ضد المسيحية أو ضد أي دين، نحن معنا موجهين ضد الأديان، نحن عم نتوجه للملحدين. فبتلاقي كثير مسلمين بيعملوا تبليغات على الصفحة أو كذا. طيب ليه عم تبلغوا على الصفحة؟ يعني ممكن يروح يبلغوا على صفحات لا دينية بتنتقد الأديان، ممكن يكون في لهم عذر، بس نحن ما عم ننتقد الأديان، نحن ما عم ننتقد حدا، نحن بس عم نتوجه للملحدين، نحن عم نتخاطب بين بعضنا. فشو علاقة المسلمين؟ ليش بتجوا بتبلغوا علينا على صفحتنا؟ الشغلة الثانية، أنا شايف إنه في كثير مجهود عم يبذلوه المسؤولين عن الصفحة وعم يشتغلوا كثير منيح، بالرغم من إنه العمل تطوعي يعني. فهذا كثير بفائل إنه يعني مسيرتنا لقدام أحسن وأفضل. تفضل، كان في شيء غير هيك سألتني غير شيء هيك؟ لا مزبوط هذا السؤال، بس بتقييمك لحملة تجار. بس أخي ملهم، يعني الصوت إذا بتقدر تقرب الميكروفون اللي عند تمك عشان الصوت يكون واضح أكثر. اوكي. في عندي سؤال هون بيقول: الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. يقول بعض المسلمين أننا متأثرون بالفكر الديني وأننا اخترنا عنوان ديني حملة، كيف ترد على هذه الادعاءات؟ مو بس هيك، في بعض المسلمين إذا حكيت باللغة العربية الفصحى بيقولوا لك لماذا تتكلم لغة القرآن؟ لا، اللغة العربية هي مو لغة القرآن، اللغة العربية موجودة قبل الإسلام، والإسلام هو إجا استخدم اللغة، مو اللغة استخدمت الإسلام. يعني هو أخذ من اللغة. فكون نحن نعتبر هلأ يعني انه نحن عرب، فاستخدامنا للغه شيء طبيعي كثير، نحن بحق لنا نستخدم اللغه كيف ما نشاء. حتى مو بس نحن، اي انسان بالكره الارضيه بيقدر يستخدم اللغه حتى لو كان مو عربي ومو مسلم. بعدين نحن مثلا كسوريين، نحن عندنا لغه السريانيه كانت، ما كنا نحكي عربي، فلولا انه العرب اجوا وحملوا معهم ثقافتهم ولغتهم لعنا، نحن كنا لهلا عم نحكي لغه سريانيه، ما كنا بحاجه انه نحكي لغه عربيه. فالاسم هو من اللغة وليس من الدين، واللغة يعني حق لأي شخص بالعالم أنه يستخدم هذه اللغة، هي مو حكر على أحد. تفضل. بكل تأكيد، يعني هذا تبجح بالحقيقة اللي بقول لك، وأنا أجتني كثير على خصوصي على اليوتيوب إنه ها 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 تضحك، يعني بضحك إنه تستخدمون لغة دينية. يا أخي اللغة العربية قبل الإسلام، يعني كانوا خرسان العرب مثلا قبل الإسلام يعني. ونحن حتى إذا يعني اعتبرتوها لغة دينية، نحن لغة دينية، اعتبروها كما تشاءون يعني، ما أنا بالضبط مهتمين يعني أنا للأسف يعني. تماما. كمان غير هيك، بس انا ممكن مثلا تحية السلام عليكم ممكن انا تعجبني، انا بحسها تحية حلوة برغم اني ملحد. يعني حلو انك تحيي شخص ثاني بالسلام، او طبعا الاسلام بيفعل يعني عكس ما يقول، بس التحية حلوة انك تقول لشخص ثاني السلام عليكم. فانا اذا استعملت هي التحية كمان يعني انا لانه بتعجبني، بس ومن حقي اني استعملها، هي لغة هي. بالضبط أخي ملهم، يعني حتى في يعني مثلا في التعابير اليومية، هلا مثلا يعني تعودنا نحن واحد يبرك على أكل يقول بسم الله ولا الحمد لله ولا إن شاء الله ولا هالمسائل هاي. يعني صدقني هاي كلها تعابير مصطلحية تعبر عن حالة معينة يعني، فقط يعني ما تعتبر الملحد قال لك الحمد لله معناتها خلاص هو مسلم يعني، الحكي بالفعل مريض يعني للأسف. طيب في عندي سؤال أخي يا ملهم، بيقول: أغلب المسلمين ورجال الدين يقولون ويرددون أن الملحدين لا يفهمون الدين ولا يفهمون تفسير الآيات، ويدعون أن كل الآيات القتال في القرآن وآيات لرد العدوان فقط، فهل هذا كلام حقيقي برأيك يعني؟ تفضل. هلا بالنسبة لآيات القتال، تماما، الكثير منهم يقول أن آيات القتال هي فقط ترد العدوان. طيب أنا رح أجي معهم. طيب تعال نفكر بالأمر منطقيا. جان، هل أنت بحاجة
مو لشخص، مو لا إله عفوا، لشخص، لشخص عادي إنسان، يجي يقول لك أنت إذا حدا، إذا فات حرامي على بيتك يعني عادي إنك تقاومه، ما في مشكلة إنك تقاومه، أكيد لا، ما هي فطرة، أكيد بدي قاومه. فنحن عم نحكي على صحيح. المستوى الشخصي، أما إذا بنحكي ما كان في دول، كان في قبائل، ما كان في مفهوم الدولة. مستوى قبيلة، يعني إذا قبيلة هجمت على قبيلة، يعني قبل الإسلام، قبل آيات القتال، كانوا الناس يقعدوا يتفرجوا على الجيوش الهاجمة عليهم، يعني ما يساعدون شيء، ما كانوا يردوا العدوان، أكيد كانوا يردوا العدوان، هذا أمر طبيعي. إذا بتجيب أي حيوان قطة، إذا بتجيب قطة وبتضربها رح ترد العدوان، رح تضربك، رح تخرمشك، لأنه هذا، هي الفطرة، هي أمر طبيعي، ما لك بحاجة لتشريع إلهي من الإله العظيم، خالق السماوات وخالق الفضاء، لحتى يجي يقول لك ترى عادي إنك ترد العدوان. لا، أنت بحاجة، أنت إذا بحاجة لتشريع، فأنت بحاجة لتشريع إلهي يقول لك إذا حدا اعتدى عليك لازم تسامحه. أنت هون بحاجة لتشريع فعلا، مو بحاجة لتشريع إنه واحد يقول لك إذا حدا اعتدى عليك فلازم ترد العدوان. هذا الكلام مردود عليهم، ما له منطقي، غير منطقي. أما نحن لا نفهم الدين، يعني كيف ما بنفهم الدين؟ يعني الله أعطانا عقول أقل من أن تفهم رسالته، يعني هذا ظلم. أو أن الله مثلا، رح أجيب لك مثال، لنفرض مثلا شركات السيارات، مثلا ما في سيارات بالدنيا، أو اخترعوا سيارة وقيادة هذه السيارة شيء معقد جدا، يعني لا يستطيع قيادتها إلا العلماء. اشترت الناس السيارة ونتجت عنها حوادث كثيرة ودموية. فلما اجيت انت تلوم شركات السيارات، بقول لك لا، الخطا مو عنا، الخطا بالناس ما فهمت تستعمل السياره. طيب كيف خطا من الناس؟ طيب انت كان فيك تعمل سياره سهله الاستخدام مثل الموجوده حاليا، بيقدر اي انسان يستخدمها، ما بتحتاج لمهارات ذهنيه عاليه، الامي بيستخدمها والعالم بيستخدمها، وما بتحتاج لمهارات بدنيه عاليه، حتى اللي بيعاني من شلل بيقدر يسوق سيارة، يعني الأمر بسيط جدا. نفس الشيء الدين، يعني الله ليش بعت دين فوق استطاعة فهمنا؟ يعني مثلا ليه ما خلى الأمر فطري مثل الطعام والشراب؟ مثلا الطفل بيبكي بده يأكل بده يشرب، الأمر فطري، هو بيعرف أنه بحاجة لطعام وشراب. نفس الموضوع لما يكبر كمان بيعرف أنه هو بحاجة لجنس. نفس الموضوع، كان ممكن انه الاله يجعل امر الايمان فيه مثل اي امر فطري ثاني، مثل الامر، مثل الحاجه للطعام. انت فطريا بتعرف انه في اله وبتعرف كيف بدك تعبده وكيف تتواصل معه وانتهى. يعني ما في داعي لانه نقول انت ما فهمت وانت فسرت غلط وانت فسرت، وخذ تفسير ابو احمد وتفسير ام احمد. هذا كلام يعني ما له منطقي. تفضل. بالضبط، يعني بالضبط، يعني للأسف، للأسف يعني مثل ما قلت كلام غير منطقي. يعني الإله، إله بحاجة، إله خالق كل هالمجرات، كل هالكواكب، كل هالنجوم، يعني هل هو عاجز أنه يوصل رسالته بشكل صحيح للناس يعني حتى يفهموها؟ ضروري مثلا يوجهها عن فلان، عن علان، عن علتان، عن، وإذا لم تؤمن لازم نقتلك، يعني شيء سخيف للأسف. طب أخي ملهم، يعني أنا خليني بالقسم الأول من السؤال، يعني إنه آيات القتال هاي كانت دفاعية، يعني على من تضحكون؟ يعني على من تضحكون دفاعية؟ وقاتلوا وقصوا الرقاب أنت برأيك ملهم شو نتيجته وشو أسبابها؟ يعني برأيك، يعني أسباب اللي نزلت فيها هالآيات هاي والنتيجة اللي شايفينها لحد اليوم، يعني إذا بتحكي لنا عن المفروضات. هلا الأسباب اللي نزلت فيها، الأسباب اللي نزلت فيها، أسباب اللي ذكرت بالتراث الإسلامي، أسباب عديدة، كل آية لها سبب. ولكن الأسباب اللي ممكن تشوفها أنت منطقية هي السيطرة، فرض السيطرة على القبائل المحيطة. أما النتيجة فنحن عم نشوف النتيجة لحد اليوم، يعني ما في داعي حدا يشرح شو هي النتيجة، عم نشوف على أرض الواقع. افتح أي قناة أخبار بتشوف شو هي النتيجة، نتيجة هاي الآيات لحد اليوم. تفضل. للأسف، للأسف، للأسف يا صديقي، نتيجة يعني نتيجة وخيمة، وهي نابعة من فكر صحراوي، يعني كان مشان يأكل ويشرب، ويعني شخص مريض نفسيا اللي
كتب هالآيات هي بكل تأكيد يعني. طب خلينا ننتقل لموضوع ثاني يا أخي ملهم. في سؤال بيقول لي هل هناك علاقة بين الكبت الجنسي والأديان؟ تفضل. أنا بس بدي أنبه لشغلة، أنه الأسئلة اللي بهي الحلقة هي مأخوذة من أشخاص، يعني إحنا طرحنا أنه في حلقة بدها تنعمل وإجابة على أسئلة متعددة، اللي عنده سؤال يطرحه، فانطرحت عدة أسئلة ونحن انتقينا منها بعض الأسئلة ونحن عم نجاوب عليها. أما بالنسبة لسؤالك، علاقة بين الكبت الجنسي والأديان، فأي في علاقة؟ أول شيء بدي أقول لك شو هو الكبت الجنسي، يعني تفضل. شو في عندي تعريف للكبت الجنسي للمحلل النفسي يونغ، بيقول أن الكبت الجنسي ليس مجرد كبت غريزة، بل إن خطورته تجعل الإنسان يتدهور روحيا ومعنويا، والعذاب ليس عذاب جسد لا يجد إشباع لغرائزه فقط، بل عذاب نفسي وإحساس عميق باليأس وانعدام القيمة، لأن الجنس هو طاقة حيوية وإيجابية تعمل على توازن الشخص روحيا ومعنويا، والمكبوتين جنسيا يشعرون أن مرتبتهم الإنسانية قد هبطت إلى مستوى المعوق أو المجنون. يعني هون بنشوف نحن مدى خطورة الكبت الجنسي على النفس البشرية، على الإنسان قديش خطير، وحتى الكبت الجنسي له خطورة كبيرة على المجتمع. يعني الإنسان لازم يتأمن بحياته أشياء أساسية، واللي هي الطعام والشراب والمأوى والجنس، لحتى يقدر بعدين يشتغل، وبعد ما يشتغل يقدر يبدع. أما إذا ما تأمنت هاي الأشياء الأساسية، فهو يمكن ما يقدر يشتغل، وحتى لو اشتغل يمكن أكيد ما رح يبدع، ما رح يعمل شيء جديد بالحياة، ما رح يوصل لهدف، يمكن ما يكون عنده هدف أصلاً. نحن بنشوف في مجتمعاتنا إنه الشاب كل هدفه إنه هو يتجوز، طيب هاي نتيجة الكبت الجنسي. الشاب بيشتغل طول حياته حتى يصير عمره فوق 30، لحتى يقدر بعدين يتجوز، وبس يتجوز بيجيب أولاد يعني، وبيعيش باقي عمره عم يربي أولاده، بلاقي حاله ختيار بيقعد بالبيت وبيستنى الموت. فشو بده يعمل بحياته؟ يعني كيف بده يبدع؟ ما في أي مجال للإبداع. يعني هي خطورة الكبت الجنسي. والكبت الجنسي يعني مو شرط انه الانسان يلاقي اشباع لغريزته الجنسيه اشباع كامل 100%، انه نحن ما عم نقول يروح يمارس الجنس مع اي بنت بالطريق، اكيد لا. اصلا الجنس هو، انا بعتبره الجنس هو هو اعلى درجات الحب وارقى شيء للتعبير عن الحب بين شخصين يعني. وانا برأيي إنه إذا كان جوع البطن كافر فجوع الجنس شيطان. يعني نحن بنشوف مثلا كثير ناس جوعانين بيقعدوا بالشارع بيشحدوا لحتى يقدروا ياكلوا، بس بنشوف الجوعان جنسيا ممكن يروح يغتصب طفل، ممكن يرتكب جريمة كثير بشعة. فالكبت الجنسي كثير خطير، ومن المجتمعات الأكثر تدينا هي الأكثر كبتا جنسيا، يعني مثل السعودية، مثل أفغانستان. في بحوث على الانترنت، اكثر الدول بحثا عن مواقع الاباحيه على الانترنت هي اكثر شيء افغانستان وباكستان والسعوديه. طيب من شو؟ من الكبت الجنسي. نحن ممكن نخفف من الحاله النفسيه للكبت الجنسي على الانسان، مو شرط بالممارسه الجنس، ممكن بالاختلاط بال انه يعيش حياه طبيعيه مع الجنس الاخر يعني. أما إذا بالضبط. بتفصله عن الجنس الآخر فصل تام، رح يشوف إنه شو هذا الجنس الآخر، مثل كأنك أنت وفي كائنات فضائية، أنت بحياتك ما شفت كائنات فضائية، فأول ما تشوفهم رح يكون شيء كثير غريب، يعني رح يكون عندك شيء غريب اتجاه هدول الكائنات. فنفس الشيء الفصل بين الجنسين يعني رح يعمل شيء كثير غريب، اللي هو يعني الكبت الجنسي، واللي قد هو خطورته على المجتمع. بالضبط اخي ملهم. يعني انا تفضل. قبل ما اروح على القسم الثاني من السؤال، يعني في عندي فكره انه الله انه نحن عندنا موجود كبت جنسي بكل العالم الاسلامي عموما. يعني مهما مارس الانسان الشرقي الجنس بيتم جوعان جنسيا، يعني هي يعني عن تجربه باصدقاء وشايف ناس يعني متجوزين اثنين وثلاثه واربعه، وبتلاقي بيروح بيمارس الدعارة، ويعني
ما في شبع روحي للجنس. يعني لانه اذا جينا شفنا ثقافتنا شو هي، مبنيه اصلا على تصرفات محمد. يعني محمد كان يجمع، عنده 9 نساء و13 من النسوة، وتلاقي عنده ومع ذلك جوعان جنسيا، دائما يبحث للجديد في الجنس. ف وسحبت هي على كل مجتمعاتنا. يعني صار القدوة الحسنة بالفعل، القدوة الحسنة وبالفعل نفسية الإنسان المسلم صارت يعني مقلدة للقدوة الحسنة. فمهما تمارس الجنس راح يتم جوعان جنسيا، لأنه أصلا الروح ما يشبعان. فمهما مارس الجنس تم جوعان جنسيا. يعني أنا هي ملاحظة شفتها. خلينا نشوف العلاقة ملهم، العلاقة بين الكبت الجنسي والأديان. يعني شو برأيك شو هي العلاقة؟ تفضل. خليني احكي عن الدين اللي بيحكم مجتمعاتنا، الدين الاسلامي، العلاقه بينه وبين الكبت الجنسي. الاسلام عالج الكبت الجنسي لما نشا، عالجه بس بطرق غير انسانيه. يعني عالج الكبت الجنسي مثلا بتحليل سبي النساء، بتحليل شراء النساء للعبيد، تشتري عبده وتصير يعني تمارس مع جنس كيف ما بدك، وبتعيش حياة مو بس مختلطة، مختلطة وزيادة. ممكن يكون عندك بالبيت 4 زوجات ويعني 100 سبية. فأوجد حل للكبت الجنسي، بس هذا الحل يعني غير إنساني. فلما هذا الحل اختفى من الحياة، من مجتمعاتنا، لما اختفى هذا الحل من المجتمعات، تحولت هاي المجتمعات للكبت الجنسي، مع تحريم الاختلاط وكمان تحريم أي علاقة جنسية بين أي شخصين بالغين أو بحبوا بعض وعندهم عقل وعرفانين شو عم يعملوا. بعد تحريم هي العلاقة وجعلها فقط حصرا عن طريق الدين، الأديان كلياتها، كل الأديان مثل ما بيقولوا يعني مسكت الإنسان من إيده اللي بتجعه اللي هي الجنس، إنه حرمت أي علاقة خارجة عن إطارها حتى يضل تحت عباءة الدين. إنه أنت بدك تعمل جنس لازم تكون تحت عباءة الدين حصرا فقط لا غير. يعني هي الحاجات الأساسية. ممكن أنت الطعام، الأكل والشرب، ممكن يعني تدبر حالك، ما بدك الدين، ممكن تدبر حالك من أي مكان تاني، ممكن أنت تعيش أي شيء على خبزة ومي يعني. بس أما الجنس يعني خلاص حصر لك العلاقة عن طريقه. وإذا بتعمل علاقة خارجة عن إطار الدين بدك تموت، وأبشع طرق الموت يعني رجم بالحجارة لحتى تموت يعني. فمثل ما بيقولوا مسك الإنسان من الإيد اللي بتجعه. فهي العلاقة إنه هو أوجد حل، بس الحل مو إنساني. ولما اختفى هذا الحل مع تطور السلوك الأخلاقي للإنسان، رجع الكبت الجنسي وبقوة لمجتمعاتنا. تفضل. هو حل ذكوري، يعني حل ليس حلا. انا باعتقادي هذا مو حل، هذا حل ذكوري لارضاء شهوات الرجل. يعني بالنسبه خصوصا للاسلام، يعني برايي انا الشخصي ملهم، انه الاسلام مساله الجنس اول شيء محمد ما في اثنين يحكوا فيها، يعني هذا شيء مفروغ منه. ولكن انه سمح للرجال ياخذوا مثلا 4 نسوان ويكون عندهم سبيات، هي فقط لتدعيم الحرب اللي اعلن محمد على بقيه الناس حتى تكبر دولته. يعني هي سبب من اسباب بقاء الاسلام، خلينا نقول، او الدوله الاسلاميه. يعني من اهم اسباب انتشار الدوله الاسلاميه الجنس، يعني للاسف الشديد. في عندي سؤال ثاني هون، نرجع نروح على موضوع ثاني كمان. هل هناك خطوط حمراء في نقد الأديان لا يجب أن نتخطاها، لا يتخطاها أحد؟ يعني تفضل. أول شيء بدول أنه النقد هو شيء صحي جدا، النقد شيء مفيد جدا، لأنه من دون النقد لا يمكن أن تطور أي شيء، أي عمل. يعني مثلا أنت برنامجك جون، إذا أجيت أنا قلت لك برنامجك ممتاز وأفضل، ما أفضل برنامج نعمل بتاريخ البشرية، ومستحيل أي شخص يعمل برنامج أفضل من برنامجك، فأنت ممكن تعتبر كلامي مجاملة. بس إذا تقدر تقول هيك؟ لا أنا ما بدي أقول غير هيك. تفضل أخي، عم بمزح.
بس إذا إجا مثلا 10 ملايين إنسان، 10 ملايين شخص، وقالوا لك أنت برنامجك أفضل جين عمل بتاريخ البشرية ومستحيل حدا يجي يعمل أحسن منه، فأنت رح تصدق هذا الكلام، ورح يصير عندك نوع من الغرور أو نوع من إنه أنت عندك الحقيقة المطلقة، يعني أنت عندك الصح وبس، وما رح تتقبل أي نقد صحيح. ثاني. نفس الشيء المؤمنين، هن الأديان أديانهم قالت لهم إنه أنا الحقيقة المطلقة وبس، أنا وبس، ما في حدا غيري صح، مستحيل ما في حدا صح، كل شيء غيري غلط، كل شيء غيري مخطئ. فلهيك المؤمنين ما بيتقبلوا النقد، لأنه هن باعتقادهم إنه بيملكوا أهم شيء، أهم شيء وجد بتاريخ البشرية، مستحيل نوجد شيء أهم منه، فلهيك مستحيل يتقبلوا النقد. وفعلا الموضوع ما نو سهل، يعني أنا شخصيا ضليت 6 سنين أبحث وست سنين شك لحتى قدرت أتخلص من هذا الشيء، فالموضوع ما نو سهل، يعني ما كتير نلومهم كمان. أما بس ذكرني شو كان السؤال، ثواني ثواني بس. النقد هل يعني ممكن، يعني ممكن، أي يعني الخطوط الحمراء، الخطوط الحمراء، ايه. فالنقد هو كتير شيء مفيد لحتى يخليك تطور، تكشف العيوب اللي عندك. الأديان العيوب تبعها ممكن تظهر مع الوقت، يعني مثل مثلا الموضوع سبي النساء كان شيء عادي يمكن بهذاك الزمان، ما كان حدا يلتفت له، ما كان حدا يشوف انه هو شيء خطأ، اما مع التطور الأخلاقي صار هذا الشيء غير مستحب، غير إنساني، فلازم تغيره، لازم تلغيه نهائيا، تقول هذا، يعني لازم تقول عنه انه هذا جاء لزمن محدد وانتهى بانتهاء هذا الزمن وانتهينا. اما انه تخليه معلق، يعني لا ايه ولا لا، فيجي اي انسان يستغله، مثل ما عم يصير هلا، يجوا يستغلوه انه احنا بحق لنا انه نسبي، فيروح يشكل مثلا جماعه ارهابيين ويصير يسبوا النساء. فالمفروض انك انت تقول عنه انه هذا الكلام طلع بزمن محدد وانتهى. والنقد هو يعني اللي بيخليك تطور هذا الشيء. فالنقد كتير منيح، يعني برجع بقول للمسلمين وللمؤمنين بشكل عام، تيك إيزي، النقد مفيد لإلكم. والخطوط الحمراء، ايه في خطوط حمراء، الخطوط الحمراء هي فقط انه الشتم، انه ما تشتموا الاديان، ما تشتموا الشخصيات الدينيه، معلش انتقدوا، ممكن انتقدوا بشكل ساخر ما في مشكله، بس اما الشتم يعني يستحب انه لا تشتموا ابدا، يعني لا تنسى انه انت كنت بمكان هذا المؤمن بيوم من الايام، كنت تقدس هاي الشخصية وما كنت تتقبل حدا يحكي عليه كلمة، فيفضل إنك ما تشتم، بس الخطوط الحمراء برأيي هي الشتم. تفضل. للأسف يعني المشكلة ملهم، الشتم عندهم إياها شيء ركيزة أساسية، لأنه القدوة كان شتام للأسف. يعني نحن خصوصا المسلمين، يعني بتحكي معه، بتشوف التعليقات اللي على اليوتيوب، بس أنت أكيد تدخل على اليوتيوب وشوف التعليقات على حلقاتنا، والشتم غير مبرر للأسف. يعني والشتيمة هي حجة من لا حجة له يعني، للأسف الشديد. وبالنسبة لموضوع النقد، يعني النقد بالفعل أي دين في 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 تاريخ البشرية لا يتحمل النقد. يعني اليوم بتاع أقول للمسيحي إنه شو هاي مثلا الثالوث المقدس، يعني الآب والروح وما بعرف البطيخ كلهم إله واحد، ولا يعني كيف الأب والابن هن واحد؟ أو تعال عند المسلمين قول لهم ما في ملائكة. يعني من ثوابت الدين هاي ما تقدر تنقد الدين. الفكر الغيبي غير قابل للنقد، لأنه مطلق. أي فكرة دينية هي فكرة مطلقة للمطلق. هذا الدين that's it، يعني ما في غيره. يعني ما بتقدر تقول والله مثلا بالإسلام، ما بتقدر تقول إنه ما في جبريل، ما بتقدر تقول إنه ما في ملائكة، ما بتقدر تقول إنه ما في صلاة. يعني ما بتقدر تنتقد هالأشياء هي. ملهم، بما في سؤال هون كمان، بما أنك لا تؤمن بوجود خالق، فكيف تفسر نشأة الحياة على الأرض من دون تدخل قوة خارقة مثل الخالق؟ يعني تفضل. هذا السؤال بينطرح كثير. نشأة تماما. الحياة على الأرض، أنت عم تحكي عن نشأة الحياة على الأرض، أنت أول شيء لازم تشوف عمر الأرض. عمر الأرض يعني تقريبا 4.5
54 مليار سنة، يعني عم تحكي عن حدث، عن أمر حدث قبل 4.54 مليار سنة. طيب إذا بجيبك بقول لك شو صار من أسبوع، ما رح تعرف شو صار من أسبوع بمكان معين، فكيف بدك تعرف شو صار من قبل 4.54 مليار سنة؟ مع ذلك في نظريات بتفسر نشأة الحياة على الأرض. نحن بنعتمد على النظريات العلمية الموجودة، لأنه هي اللي أكثر شيء بتملك الحقيقة، يعني ما بنعتمد على الكلام الديني. وإذا بننظر للأرض، أصلا الأرض هو كوكب صغير بمجرة درب التبانة، بكون في 100 مليار مجرة. وأصلا الكوكب الأرض يعتبر بالنسبة لمجرة درب التبانة مثل حبة رمل بصحراء. فتخيل حجم كوكب الأرض بالنسبة للكون اللي فيه 100 مليار مجرة، اللي فيه عدد كواكب لا يمكن عدها. فكوكب الأرض كتير صغير، كتير حياة كتير بسيطة. ممكن لمذنب متوسط الحجم أو كبير الحجم أنه ينهي الحياة على كوكب الأرض. فأنت عم تحكي عن حياة كتير بسيطة، ومع هيك أنت كتير مستغرب أنه نشأت من دون وجود خالق. طيب تعال نحكي عن خالق كتير معقد ومطلق القدرات ومطلق الذكاء ومطلق الحجم ومطلق كل شيء، هو أهم شيء وأعظم شيء، انوجد منه لا شيء. كيف أنت بتآمن أنه هذا الكائن اللي هو مطلق القدرات ومطلق الذكاء انوجد من ولا شيء، وما بتآمن أنه هاي الحياة البسيطة كتير انوجدت من ولا شيء؟ لا، الأسهل مثل ما قال ستيفن هوكينج، الأسهل أنك تآمن أنه الحياة انوجدت أوجدت نفسها، من أنه تآمن بأنه كائن بهالمعقد بهالدرجة أوجد نفسه. فتفسير انه الحياه اوجدت نفسها هو التفسير الاكثر منطقيه. وفي نظريات، مثلا نظريه الكائن البسيط ذو الخليه الواحده، يعني البكتيريا اللي نشات من الحياه، الكائنات المتعدده الخلايا بعدين. والتفسير العلمي هو اقرب للعقل للمنطق، وهو حقيقي، يعني حقيقه علميه، اقرب للعقل والمنطق من التفسير الديني، اللي هو مستعد يآمن بإله مطلق القدرات وإله مرة بس ما في شيء الصوت بيصعب كمان عليه. ثانية، الصوت قرب الميكروفون على تمك لو سمحت. إيه، منيح هيك؟ تمام هيك. يعني بنشوف الإنسان المؤمن هو مستعد يؤمن بكائن مطلق قدرات ومطلق الذكاء، وما في شيء بيصعب عليه، قادر على كل شيء، وجد من ولا شيء. يعني هيك فاق الصبح وجد نفسه، يعني كيف يعني؟ ولكن غير مستعد بأنه حياة بسيطة جدا ممكن لمذنب كبير الحجم أنه ينهيها، أنه أوجدت نفسه. يعني هذا الرد الوحيد. صحيح تفضل. صحيح، للأسف يعني، للأسف المؤمن دائما يجي بقول لك المؤمن انه هذه الكرة لها صانع، ولا يؤمن ان هذه الكرة، يعني بالنسبة للكرة الأرضية والكرة القدم، يعني هذه الكرة ليس لها صانع. طيب يعني اذا انت مصمم انه يكون في لكل شيء صانع، طيب وإلهك من صنعه؟ يعني بالنهاية بإلهك بهالتعقيد هذا، يعني الله، كرة القدم سهلة، ممكن نصنعها، ممكن نفهم كيف تصنيعها، بس إلهك مين صنعه؟ يعني منطقيا، خلينا شوي منطقيين. بعدين يعني الإنسان اليوم يعني وصل لمرحلة إنه يخلق ما يشبه خلق الله بمفهومك. يعني اليوم عم نشوف فارة جردونة، فارة ما بعرف الناس شو بتسميها، بس نحن بسوريا بنسميها فارة أو جردون، وعلى ظهرها إذن إنسان. يعني هل ربك قادر؟ ربك، أنت شفت ربك اللي بتعبده قادر إنه يجيب لك فارة وعليها إذن إنسان؟ أنا أتحداك إذا ربك قادر يصنع هالشيء، بس الإنسان صنعه. يعني معناته الإنسان وصل لأبعد. فعلى أي أساس أنت مؤمن بهالإله؟ يعني العقل البشري الموجود حاليا اللي عايشينه وشفناه قدام عيننا أذكى من إلهك. يعني إلهك لم يأتي بفارة عليها إذن إنسان، أو بقرة تشبه بقرة مليون بالمية.
بكل حذافيرها. يعني اليوم شايفين نحن الكولون الاستنساخ، يعني الاستنساخ نسخة طبق الأصل. إلهك في توائم ولكن من نسخة طبق الأصل من بعض. شو رأيك بالاستنساخ ملهم؟ تفضل. لا بس يكفي ان جان يكفي انه نقول انه في اكثر من 6000 مرض جيني، يعني بيولد الانسان ومعه مرض، يعني اكثر من 6000، مو مرض واثنين وثلاثة، يعني هن 6400 هيك على ما اظن. فيعني وين دور الاله؟ اما الاستنساخ شو رأيي فيه، فيعني هو العلم، يعني ما فينا نحكي شيء. المستقبل هو يعني بيثبت اكثر شو وين رح يقدر يوصل الإنسان، وين رح يقدر يوصل العلم. تفضل. بالضبط بالضبط. يعني والعلم على أنا فكرة بالاستنساخ رح ياخذ دور الإله بالنهاية، يعني وأخذ دور إله، يعني حاليا أخذ دور إله. أنا يعني الخلية الحية صنع الإنسان بالمختبرات، يعني ما هي شغلة جديدة. وهذيك السنة الماضية يعني ما بقى في شيء. يعني كانوا يقولوا المسلمين كانوا يقولون انه من يعلم بالارحام غير الله. اجى العلم وصاروا يعلموا بالارحام غير الله. طبعا البشر صاروا يعلموا. ومين يخلق روح حيه؟ كل انسان خلق، يعني الانسان خلق خليه حيه من لا شيء. الانسان ومين خلق. بينزل مطر كمان؟ مين بينزل مطر؟ قلتك كمان كان صار ينزل مطر. صار ينزل مطر الانسان. يعني شو هذا التضاءل دور الله عبر الأزمنة، يعني مو شيء جديد. تضاءل دور الله عبر الأزمنة، يعني من قبل الأديان الإبراهيمية كان الإنسان يعني ما يفهم كيف طلع رعد، كيف نزلت مطر، كيف طلعت النبتة بالأرض. فمع الوقت صار الإنسان يعني بيفهم أكثر، العلم تطور ولو كان بشكل بسيط. كان في فلاسفة كثار كانوا ملحدين من قبل الأديان الإبراهيمية، فالإنسان صار يفهم إنه النبتة إذا ما حطيت لها مي ما بتطلع، فما في إله مثلا الأرض هو اللي بيطالع النبتة. فمع الوقت لما أجت الأديان الإبراهيمية وحدت هاي الآلهة، بدل ما يكون في إله مطر وإله شمس وإله قمر وإله أرض وإله سماء، صار في إله واحد واللي هو الإله الإبراهيمي. أنه اللي عمله هو جمع هاي الآلهة كلياتهم بإله واحد وانتهينا. بالضبط. بعتقد هيك يمكن انتهوا الأسئلة ولا في كمان؟ لا، هي الأسئلة انتهت، بس المناقشات ما أظن. أنا كنت أتمنى بس لو نشغل الأسئلة للمشاهدين، بس للأسف أنا يعني ماني خبير كمبيوتر. وأنا أوعد مشاهدين أنه بنعمل حلقة ثانية تفضل. بنشغل فيها الأسئلة، نعمل عفوا إذا قطعتك، بس بنعمل حلقة ثانية وبنشغل فيها الأسئلة وبنرد بشكل مباشر. يعني بالضبط بالضبط. انا راح اشتغل على الموضوع هذا اكيد. يعني مثل ما بقول بجد لازم الى حل. يعني طيب اخي ملهم، يعني خلينا نرجع لموضوع الالحاد. ويعني بصراحه نحن مثل ما قلت انت، حملتنا ما هي موجهه لنقد الدين. يعني بصراحه نحن لما بننقد الدين ما قصدنا انه ننقد الدين لانه عم نلعب، ولا يعني نحن لما بننقد الدين بننقد الجهل اللي عايشين فيه نحن، اهالينا، ناسنا، الحروب اللي شايفينها دمرونا. يعني انا بالنسبه لي شخصيا حارتنا صارت سويت بالارض. يعني حارتنا اللي انا ربيت فيها والبيت اللي تربيت فيه ما بقى حجر على حجر، وكله بسبب هالدين هذا. يعني هلا بقول لك اسباب سياسيه. ما في سبب سياسي للي عم بيصير بالشرق الاوسط نهائيا. السبب هو الدين. الدين هو السبب الرئيسي والاهم والعامل المحرك بكل الحروب اللي شايفينها بالشرق الاوسط، ان كان بسوريا، ان كان بالعراق، ان كان باليمن، ان كان بليبيا، ان كان مصر، ان كان بكل هالبلدان، بالصومال ولا بافغانستان ولا يعني الدين هو السبب الرئيسي. لذلك لما نحن بننتقد الدين، نحن عم ننتقد الجهل، الحروب، التخلف هذا، اللي الشغل اللي بدنا نحط له حد. مشان هيك عم نحكي نحن، مو مشان نبرك عم نلعب ولا حابين انه ننتقد المسلمين. لا، المسلمين ضحايا. المسلمين، تمام المسلم هو ضحية لهالدينات. تفضل اذا في عندك تعليق منها. تمام.
ايه عندي تعليق. مزبوط كلامك، نحن ما ننتقد بهدف انه اللعب او التجريح او شيء، انا قلت بننتقد لهدف التحسين. انا برأيي الدين، وحتى الدين الاسلامي ممكن يتطور، ممكن يصير دين كتير انساني، حتى ممكن نحن نطالب بتطبيقه. يعني ممكن انت تجيب ايات، يعني اجماع لازم يكون في اجماع من كل المسلمين العالم أو أئمة مسلمين العالم على أنه آيات القتال وآيات السبي وآيات التقطيع وكل هي الآيات يتم مثل ما تم بالسابق نسخ آيات الرحمة بآيات السيف، يتم الآن نسخ آيات السيف بآيات الرحمة، ويمنع استخدام آيات السيف منعا باتا، يعني لا الآن ولا بالمستقبل. يقال عنا أنه آيات نزلت بوقت معين لسبب معين وانتهت مع انتهاء الوقت والسبب، انتهينا وبنرجع لآية الكافرون لكم دينكم ولي دين. حلو، كثير منيح، بنرجع لهي الآية وبناخذ الأشياء المنيحة بالتراث الإسلامي وبنترك الأشياء، بنحذف الأشياء السيئة. مثلا بناخذ، بتذكر قصة عمر بن الخطاب لما قال إنه لو كسرت قدم شاة في الكوفة لسئل عنها عمر. طيب كثير منيح هي قصة، ولو حتى لو ما صحت، يعني قصة بتدل على العدل، كثير منيح بنخليها ناخذها نعمل فيها قصة بتدل على العدل. بس لو في قصة تانية بتدل على الشر أو بتدل على عدم الإنسانية، لا شو بدنا فيها، بنحذفها ما بناخذها وانتهينا. نحن بننتقد الشيء اللي بيدل على انعدام الإنسانية وعلى الهمجية، ما بننتقد الشيء المنيح. ممكن مثلا ناخذ في مقولة لعلي بن أبي طالب: لا تربوا أبناءكم كما ربوكم آباءكم لأنهم جاءوا لزمان غير زمانكم. كمان كتير منيح، مقولة كتير حلوة، وتلاقي أي عصر كمان بناخده، وإذا في شيء سيء بنتركه. لازم هيك نعمل، أما أنه نضل عم نقول ندافع 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 بطريقة عمياء، رح نضل ورا، رح نضل بآخر الأمم، وأبدا ما حيكون المسلمين خير أمة أخرجت للناس. تفضل. للأسف للأسف يعني أنا بصراحة يعني يا ريت مثل ما يعني أنت اللي يا ريت يصير هيك، بس المشكلة إنه ما راح يصير هيك. المشكلة إنه كل من انتقد الإسلام، يعني الإسلام لا يواجهه إلا بالعنف، يعني لأنه طبيعة تركيبة اللي التاريخ ساوها بالإسلام، اللي يعني الإسلام اللي وصلنا لحد هلا عبر التاريخ إسلام عنيف، إسلام إرهابي. ف يعني مستحيل يجي مثلا بعض الناس مثل إسلام البحيري وغيرهم القرآنيين يعني يقدروا يغيروا هالتاريخ هذا الكامل من 1400 سنة، يعني ما هي مسألة قليلة. فأنا بعتقد يعني الإسلام سوف ينهار، يعني انهيار كما انهار الاتحاد السوفيتي. يعني أنا هذا رأيي ورأي الناس بتعرفه يعني. طيب أخي ملهم، نحن وصلنا لآخر الحلقة، يعني أنا بعتقد إذا في عندك كلمة أخيرة بتضيفها للمشاهدين، للملحدين، للمسلمين، لكل الناس، تفضل. لا بس بدي اتشكر اللي عم يتابعونا هلا مباشر، بدي اتشكر كل شخص بيدعم الحملة، وبدي اتشكر كل شخص مؤمن ما بيتهجم علينا وما بيبلغ على الصفحة، وبتشكرك كثير اخي جان، وبتشكر كل الصبايا والشباب اللي معنا بالصفحة وبالحملة بشكل عام عم يشتغلوا معنا. والشكر لك أخي ملهم، وأنا بتمنى يعني نلتقيك في حلقات قادمة، ويا ريت يعني الشباب الملحدين يا جماعة اجهروا معنا، يراسلونا، وأنا مثل ما بتعرف وأنا عم بعمل كنهار حلقة، يعني ما عندي أي مشكلة، ممكن أعمل كنهار حلقتين، بس راسلونا وتجاوبوا معنا وخلونا نوصل صوتنا للناس، وشاركونا يعني بالتعليقات بتوصيل صوتنا، شاركونا بالفيديوهات، يا ريت يعني تساعدونا حتى نقدر نوصل صوتنا للناس، نوقف الخراب اللي صار ببلادنا للأسف الشديد. على كل حال شكرا لك أخي ملهم، وشكرا لكم أعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.